السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بمراقبة ما ممكن أن تفعله إيران تجاه منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد الحادث الغامض والمريب والمؤسف في نفس الوقت الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين الآخرين يوم أمس. وتفاصيل هذا الأمر أصبحت واضحة مما نشر من قبل عدد من الأوساط الأمريكية مثل النيويورك تايمز أو الأي بي سي نيوز الأمريكية، ذا إيكونومست، بالإضافة إلى أن التلغراف البريطانية اليوم تحدثت بحقيقة الأمر وتساءلت ما إذا كانت إيران ستتهم إسرائيل بأنها هي التي تقف خلف هذه العملية وخلف هذا الحادث، وهي مستندة تماما إلى تحليلات بدأت تنتشر في الأوساط الإيرانية بشكل كبير من قبل محللين مختصين مثل فؤاد إيزيدي، هذا الرجل الذي ظهر أمام الأوساط الإعلامية الإيرانية وقال بأن ما جرى بالنسبة للرئيس الإيراني والمسؤولين الإيرانيين ممكن أن يكون حادثا وممكن أن تكون إسرائيل خلف هذه العملية، وبأن هنالك تحقيقا خاصا من الجانب الإيراني سيكون مرتبطا بهذا الحادث، وتمنى ألا تكون إسرائيل خلف هذه المسألة لأن الأمر ممكن أن يذهب إلى تصعيد كبير، بالإضافة إلى أن روسيا أبدت رغبتها أيضا في المساعدة في هذه التحقيقات الخاصة بالجانب الإيراني، ويبدو بأن إيران بحاجة فعلا للمساعدة في مسألة التحقيقات وكل ما جرى بالنسبة لحادث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خاصة وأنها أظهرت الكثير من الضعف منذ يوم أمس، ساعات طويلة لأكثر من 14 ساعة وهم يبحثون عن الرئيس الإيراني، لم تكن هنالك أي إشارات مرتبطة بالرادارات ولا غيرها، ولا يعرفون أصلا أين سقطت المروحية الخاصة بالرئيس الإيراني، وكذلك اتضح بأن الطائرات المسيرة الخاصة بالجانب الإيراني لا تمتلك تقنية الرؤية الليلية أو النايت فيجن، وعلى هذا الأساس طلبوا المساعدة من تركيا، وتركيا استجابت بسرعة وأرسلت طائرة بيرقدار أكينجي التي اتجهت مباشرة إلى الداخل الإيراني بحسب الفلايت رادار 24، ودخلت واتجهت باتجاه تبريز، وبعد ذلك ذهبت إلى غابات ديزمار، بحثت عن المروحية التي سقطت الخاصة بالرئيس الإيراني، وبعد ذلك وجدتها بهذا الشكل، ونقلت الإحداثيات للجانب الإيراني وانسحبت من المنطقة، سحبت إلى تركيا وقامت برسم العلم التركي كما نلاحظ في الداخل التركي بحسب الفلايت رادار 24 طبعا، وهذا يوضح بأن الجانب التركي قد نجح بهذه العملية، ليعكس حقيقة أنهم تمكنوا من تحقيق عملية سريعة للغاية وناجحة، وساعدوا إيران بشكل واضح، ليوضحوا أيضا التقنيات التركية على مستوى الطائرات المسيرة، والأهم من ذلك أيضا هي الإحداثيات التي نشرت هنا بشكل علني، الجميع شاهد هذه الإحداثيات، وهذه الإحداثيات إذا ما تتبعناها مما هو قادم من الطائرة المسيرة التركية، ونذهب مباشرة إلى غابات ديزمار التي نراها هنا في الداخل الإيراني، سنجد أن الإحداثية تأخذنا إلى آخر نقطة تقريبا في هذه الغابة تحديدا بهذه المرتفعات، وأوضحت الطائرة المسيرة أن طائرة المروحية الخاصة بالرئيس الإيراني سقطت هنا، وهذا يعني بأنها نقطة قريبة للغاية نوعا ما، ليست بالبعيدة في حقيقة الأمر بهذه القرية وهي قرية تافيل، هنا كان سقوط المروحية كما كان واضحا، وهذا يعني بأنها على بعد ما يقارب 270 مترا، ومن القرية التي نتحدث عنها تقريبا كيلومتر واحد فقط، وهذه الصورة وهذه الإحداثيات كانت قد أرسلت إلى الجانب الإيراني إلى الهلال الأحمر الإيراني، وظهرت هذه الصورة تحديدا في القمر الصناعي لدى الهلال الأحمر الإيراني، لاحظ نفس الصورة تقريبا ظاهرة على الشاشة، وذهب الهلال الأحمر من أجل الإنقاذ والوصول إلى النقطة التي أرسلتها تركيا لهم من أجل انتشال الجثث أو الوقوف على حقيقة ما جرى في هذا الحادث وإذا ما كان هنالك أي ناجين، ولكن لم يجدوا أحدا. والمثير بهذه المسألة أن الطائرة المسيرة الإيرانية هي التي وجدت في وضح النهار الركام والحطام الخاص بهذه الطائرة المروحية بهذه الطريقة بصورة واضحة وبإحداثيات دقيقة للغاية بالنسبة للجانب الإيراني، ولاحظ هذه هي المروحية والحطام الخاص بالمروحية، كما نلاحظ بأنها تقريبا محترقة ومدمرة بالكامل وأنها هبطت كجسد واحد كما نلاحظ، وكذلك نشرت هذه الصورة لحطام هذه الطائرة التي توضح تماما أن النقطة التي أعطتها تركيا والإحداثيات التي أعطتها تركيا عن طريق طائرتها المسيرة
لم تكن دقيقة للغاية بقدر الدقة التي تمتعت بها الطائرة المسيرة الإيرانية. وهذا هو حطام طبعا المروحية التي ترونها هنا. ولاحظ من خلال شكل هذه المنطقة الشكل الخاص طبعا بهذه النقطة، لاحظ كيف أنها تأتي بهذا الشكل، وهنالك أشبه بنقطة مائلة، وأيضا نلاحظ أيضا بعض الشكل المميز للأشجار، وهنا أيضا نقطة أخرى تصبح فيها الأمور واضحة بأن هذه المنطقة فيها بعض الفراغات، شكل مميز لهذه الأشجار، وكذلك الجبل يأتي بهذا الشكل. وبالتالي بالاعتماد على هذه المعلومات وما نشر من قبل الجانب الإيراني، يتضح أن هذه النقطة مختلفة تماما عن المنطقة التي أشارت لها طائرة المسيرة التركية. ولاحظ بأننا سنجد أنفسنا باتجاه نقطة مختلفة نوعا ما بعيدة عن النقطة التي أشارت لها الطائرة المسيرة التركية. ولاحظ هذه هي نفس المنطقة بالضبط التي كانت ظاهرة أمامنا، نفس الشكل، ليس هنالك أي فرق أبدا عما ظهر. وكذلك ستلاحظ هنا لنخطط هذه النقطة بشكل أوضح، وسنلاحظ بأنها فعلا تأتي بهذه الشكل وبهذه الطريقة، وهذه هي النقطة المرتفعة. وهذا يوضح أنها نقطة مختلفة، وأن المروحية كانت ساقطة هنا عندما التقطت هذه الصورة من قبل الجانب الإيراني عندما وصلوا لهذه النقطة. وهنا ما هو مثير طبعا للجدل بهذه الصورة التي نتحدث عنها الآن، ستلاحظ بأن المنطقة التي ذكرناها هنا تأتي هنا، وهذه هي قرية تافيل، وهذه هي منطقة سقوط الطائرة أو إحداثية الجانب التركي، والمسافة هنا كما نلاحظ تصل إلى ما يقارب 6.32 كيلومتر، أكثر من 6 كيلومترات بين الإحداثية التركية والإحداثية الخاصة بالطائرة المسيرة الإيرانية. وهذا يوضح أن تركيا فعلا قد أوصلت الجانب الإيراني لهذه النقطة بأن الطائرة سقطت هنا، وصوروا نقطة سقوط هذه المروحية، ولكن الإحداثية في الطائرة المسيرة أشارت بأنها النقطة تذهب بهذا الاتجاه. عندما إيران ذهبت لهذه النقطة وجدت أن هذا غير صحيح، ومع البحث وجدوا أن الإحداثية مرتبطة هنا. بالتالي هنالك أيضا خلل في الطائرة المسيرة التركية على ما يبدو من خلال الإحداثية، قد يكون بسبب الأجواء أو غيرها أو لسبب ما أعطت هذه الإحداثية في نهاية المطاف. بالتالي تركيا أوصلت إيران لهذه النقطة، ولكن الطائرات المسيرة الإيرانية كانت أدق في عملية ضبط هذه الإحداثية. لذلك الجانب الإيراني بدأ يتحدث بأنهم هم من وجدوا الإحداثية الدقيقة لسقوط هذه المروحية. بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، الظروف طبعا غامضة التي طالت هذا الحادث، وطبعا إيران قد وصلت في نهاية المطاف إلى حطام هذه المروحية، وانتشروا الجثث، وأكدوا مسألة مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته وعدد من المسؤولين الآخرين الذين كانوا على متن هذه المروحية. كما تحدثنا، المسألة غامضة للغاية وقابلة للكثير من الكلام، وواحدة من المصادر التي تحدثت عما جرى ووضعت سيناريوهين طبعا أو سيناريوهات متعددة لما جرى، وتحدثت أطلس أند إنتل عن طبيعة أن هذا الأمر ممكن أن يكون حادثا، لكنها أعطت نسبة 30% بأن هذا الأمر ممكن فعلا أن يكون حادثا. وهذا يعود إلى عدد من الأسباب. المروحية التي استخدمها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هي عبارة عن طائرة أمريكية قديمة بيل 412، قدراتها الميكانيكية قديمة للغاية، وبالتالي دخلت في كل هذه الأمطار والضباب وغيرها والأجواء الصعبة للغاية مع الجبال المرتفعة، وهو الذي الأمر الذي أدى بهذه المروحية أن تتعطل ميكانيكيا بشكل كبير وتهبط وتسقط مرة واحدة. وأيضا أشار هذا المصدر في نفس الوقت وأشارت بعض التفاصيل إلى أن إسرائيل عادة عندما تستهدف لا تستهدف رؤوس النظام الإيراني على سبيل المثال، قيادات مهمة مثل الرئيس الإيراني أو وزير الخارجية، وإنما هم يستهدفون كل ما هو مرتبط بالمفاعل النووي، علماء نوويين، أجهزة الطرد المركزية، أو حتى عناصر من الحرس الثوري الإيراني في الداخل الإيراني أو خارجي إيران. ولكن من جهة أخرى، الجانب الآخر يتحدث بأن الأمر من الممكن ألا يكون حادثا أبدا، وهذا يعود بسبب أن مع أحداث قطاع غزة والتصعيد الكبير المستمر حتى هذه اللحظة في منطقة الشرق الأوسط، جعل إسرائيل أن تذهب لضرب
القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، دمرتها بالتمام والكمال وأخرجت السفارة الإيرانية عن الخدمة. وهذا يعني ويوضح بأن إسرائيل غيرت من شكل قواعد الاشتباك التي اعتمدتها في المسائل النووية أو الحرس الثوري الإيراني. وهذا قد يفسر ما جرى للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أو حتى وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان بحسب الكثير من المصادر التي تتحدث عن هذه المسألة. ولذلك أطلس أند إنتل كانت قد أشارت في حقيقة الأمر بأن هذه المروحية التي جاءت من أذربيجان وجاءت بهذا الشكل والتي كان على متنها الرئيس الإيراني، كان من المفترض إن كان هنالك خلالا بهذه المروحية أن تطلق نداء استغاثة للجانب الإيراني والسلطات الإيرانية لكي تتتبع المروحية وأن لا يأخذ كل هذا الوقت الطويل في مسألة الوصول للمروحية. ولكن لم يكن هنالك أي نداء استغاثة من قبل هذه المروحية، وفجأة سقطت بشكل غامض وإيران لم تتمكن من معرفة ما الذي جرى. وهذا هو الذي جعل أطلس أند إنتل أن تتحدث بأن من الممكن جدا أن يكون هنالك انفجارا داخل هذه المروحية هو الذي أدى إلى تعطيل هذه المعدات الميكانيكية، حتى وإن كانت قديمة كان من المفترض من أجهزة أو أجهزة الاستغاثة الخاصة بها أن تعمل، ولكن من الممكن لانفجار داخلي هو الذي عطل كل شيء ودخلت إلى منطقة كلها طبعا أمطار في هذه الغابات في غابات ديزمار مع الضباب العالي للغاية، مع حقيقة أن ليس هنالك أي صندوق أسود في هذه المروحية لأنها مروحية مدنية. عادة الصندوق الأسود يتواجد في المروحيات الحربية والعسكرية، وعلى هذا الأساس ومع هذه الظروف يجعل الأمر مريب للغاية ويجعل الكثيرون يعتقدون بأن المسألة ليست بعيدة أبدا منها إسرائيل، خاصة وأن مروحيتين الأخرى التي كانت مرافقة لمروحية الرئيس الإيراني كانت قد غادرت المنطقة بسلام، بينما هذه المروحية التي فيها أهم المسؤولين قد سقطت. وأيضا ليست هنالك الكثير من المعلومات حول هذه المروحيات وما جرى لها ومن كان بداخلها وكيف كان هو الوضع، وكذلك أن أذربيجان التي كان فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هي تعتبر من الدول الأقل ودية تجاه إيران مقارنة بأي دولة جارة محيطة بالجانب الإيراني، رغم هذه الزيارة ورغم الترتيبات، وذلك بسبب أن أذربيجان لها ارتباطات مع إسرائيل وثيقة ووطيدة، وكذلك أن هنالك نشاط للموساد الإسرائيلي كبير على مستوى أذربيجان. كذلك إسرائيل هي مخترقة ليس فقط لأذربيجان الشرقية والغربية في الداخل الإيراني، إنما هي موجودة على مستوى عالي في الداخل الإيراني. وكذلك أن نقطة الدخول وسقوط الطائرة جاء بعد 20 كيلومترا تقريبا من دخول هذه المروحية إلى داخل إيران. ولكن النقطة الأساسية التي يجب أن ننتبه إليها، مسألة الانفجار الداخلي بهذا هذه المروحية ما يقف ضدها هو أنها سقطت كجسد واحد في هذه المنطقة، وانفجار داخلي بمروحية قديمة ممكن أن يجعل الطائرة أو المروحية أن تتحول إلى قطع أو أجزاء وأن تسقط في عدد من النقاط. والنقطة التي اشتعلت واحترقت وسقطت بها هي نقطة واحدة، وطبعا من انفجار لانفجار يكون الأمر مختلف، لذلك المسألة فيها ريبة كبيرة للغاية. وأطلس أند إنتل وضعت 70% لسيناريو بأن هذا الأمر هو عبارة عن حادث. ولكن بشكل عام إيران تقول ولا تتهم أحدا نهائيا بهذه المسألة، تتحدث بأن المسألة حادثة رغم أن هنالك كلاما عن التحقيق، لا اتهامات لإسرائيل ولا لأي طرف، لا بل إن إسرائيل قد مررت بعض الرسائل على ما يبدو للأي بي سي نيوز الأمريكية التي قالت بأن ليس هنالك دليلا واحدا بأن إسرائيل هي التي كانت خلف هذه العملية. حتى إسرائيل ريدار نقلت عن مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل لم تكن خلف هذه العملية ولا مصلحة لإسرائيل أن تذهب بمثل هذا الاتجاه بحسب هذه التفاصيل. وهذا هو الذي يجعل الأوساط الأمريكية والغربية أن تتحدث عن هذه المسألة، خاصة نحن نتحدث عن إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني الذي فاز بالانتخابات في عام 2021، شخص مهم للغاية، هو من المحافظين المتشددين، وهو الذي جعل في نهاية المطاف الحرس الثوري الإيراني من قوة عسكرية فقط في الداخل الإيراني إلى قوة عسكرية وقوة سياسية، وهو مسك الحرس الثوري الإيراني بالملف النووي وحماية المفاعلات النووية، وواجه الولايات المتحدة الأمريكية بكل التحديات بعد انسحاب الولايات المتحدة من
من الاتفاقية النووية، وكذلك أن إبراهيم رئيسي ظهر وكأنه هو الذي سيكون خليفة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بأن يكون هو البديل له بعد أن طبعا يفارق الحياة المرشد الأعلى، سيكون هو من بعده، وبذلك بسبب الأهمية الخاصة لهذا الرجل. هذا الرجل وإن كان ليس صاحب الكلمة الفصل كما هو الوضع بالنسبة للمرشد الأعلى، لكن الكثير من التطورات جرت في فترته. واحدة من أهم التطورات هو الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في عام 2022، استغل هذه المسألة تماما في التعاون مع الروس ولتوسيع ترسانته الصاروخية بشكل كبير، وكذلك توسيع الترسانة الخاصة بالطائرات المسيرة. استفادوا كثيرا من هذه التجربة، إلى درجة إلى أنه كان في فترته، وهذه للمرة الأولى في التاريخ، أن يكون هنالك هجوما مباشرا على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، وتمكن من تفادي الدفاعات الموجودة في المنطقة وكذلك في الداخل الإسرائيلي، وضرب 6 أهداف في قاعدة نيفاتم، وهي قاعدة مهمة للغاية بالنسبة لإسرائيل. لا أضرار كبيرة، لكنه تعدى الدفاعات واستخدم أنواعا من الصواريخ التي قالوا بأنها ليست أحدث الصواريخ وليست أحدث الطائرات المسيرة، وكذلك أيضا في نفس الوقت أن الفصائل المسلحة الموجودة في العراق، في سوريا، حزب الله اللبناني، جماعة الحوثي، كلها تطورت على المستوى التسليحي، أصبحت أكثر قوة، وبالتالي هو تطورت في فترته الحزام الناري الذي يواجه إسرائيل. وحتى هذه اللحظة هذا الحزام ناجح للغاية ويحقق الكثير من الضغط على جانب الإسرائيلي رغم كل الظروف التي تجري في هذه المنطقة. وبالتالي مثل هذا الرجل أن يحقق كل هذه الأمور في فترته، وإن كان هو شخصا ليس صاحب الكلمة الفصل، إلا أنه يستعد إذا ما أصبح المرشد الأعلى في المستقبل، سيعني الشيء الكبير. وبالتالي هذا الرجل أن يموت بهذه الطريقة وأن يقتل بهذه الطريقة بهذا الحادث الغامض للغاية، يفتح الباب بالنسبة للأوساط الأمريكية والغربية أن تفكر ما إذا كانت إيران الآن ستتهم إسرائيل وتصعد بشكل هائل ضد العمق الإسرائيلي أو حتى ضد التواجد الإسرائيلي في أذربيجان. هذه أسئلة هي مطروحة، وهي مطروحة بقوة، ولا أحد يعرف كيف من الممكن لهذه المسألة أن تتطور في المستقبل، لكن الواضح حتى هذه اللحظة لا اتهامات واضحة لإسرائيل، لا بل إن هنالك تعازيا من الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإيراني فيما جرى. وحتى هذه اللحظة ما هو واضح بأنه حدث، ولا يبدو بأن إيران ستصل إلى هذه السيناريوهات.